النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تهم حضراتكم، لكن خلينا نبتدي الاول بالاحداث اللي حصلت امبارح وابرزها اجتماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده لمتابعه مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي واستصلاح الاراضي في الدلتا الجديده. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع استعرض فيه مقترحات تعزيز سياحه اليخوت في مصر، والحكومه نفت اصدار قرار بتغيير اسم مدينه سانت كاترين لمدينه التجلي الأعظم. أخبار تانية كتير في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، وده في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية. واطلع الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت في مصر، وأكد رئيس الوزراء إن الاجتماع ده بيأتي في إطار العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت من أجل دعم وتعزيز السياحة الوافدة لمصر واستقطاب فئات جديدة من السائحين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث مع محافظتي الغربية وأسيوط. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم اللي بيوافق 9 مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمر صحفي للاحتفال بالمناسبة الوطنية دي، وتم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. امبارح أيضاً نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة وواجبها الوطني تجاه أبناء الشعب المصري من الأبطال القادرين باختلاف، استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عدد من أبطال قادرين باختلاف من محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد ودمياط، وده بالتنسيق مع وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني ودور الرعاية. ايضا في مجموعه من اخبار محافظات الجمهوريه، منها انه في من اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، منها بدء تشغيل مطحن ناصر بكومامبو في اسوان بعد تطويره بقيمه 5,500,000 جنيه وتطعيم 3,500 مواطن ضد فيروس كورونا في دمياط. كمان امبارح في المحافظات تم تسليم مشروعات برنامج فرصه ل 150 مستفيد بقرى حياه كريمه في الشرقيه، وتنظيف وتطهير 5,000 مسجد في كفر الشيخ استعدادا لشهر رمضان. اخبار ثانيه واحداث ثانيه هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها بدء تشغيل مطحن ناصر بمدينة كومامبو بعد انتهاء مشروع تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 5.5 مليون جنيه على مدار 6 شهور، وبتصل قدرته لطحن القمح ل 170 طن يومياً لتوزيع الدقيق الفاخر على المخابز البلدية والمستودعات بمراكز كومامبو ونصر النوبة ودرعو. في دمياط تم تنفيذ حملة طرق الأبواب اللي بتستهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا، وبتهدف الحملة لتحصين جميع المواطنين فيما فوق 12 سنة، وده رفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، وتم تطعيم 3,500 مواطن في أول أيام الحملة. في الشرقية تم تنظيم احتفالية لتسليم مشروعات برنامج فرصة ل 150 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وده ضمن فعاليات مبادرة قرية بلا فقر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية. في أسيوط تم رصف طريق منشأة خشبة التتالية بطول 4.8 كيلومتر، وده ضمن خطة إعادة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وهو طريق بيخدم وبيربط قرى منشأة خشبة والتتالية وعرب التتالية.
في كفر الشيخ نظمت مديرية الأوقاف الحملة الثانية لتنظيف المساجد استعداداً لشهر رمضان المبارك. الحملة بتضم 5000 مسجد بالمحافظة. في الغربية بيتم تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى سانتا الجديدة والمقامة على مساحة 4800 متر مربع بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه علشان تستوعب 190 سرير و23 حضانة، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوسع في إنشاء المستشفيات الكبرى. في شمال سيناء حصلت المحافظة على 41 مليون جنيه كحافز تميز من وزارة التخطيط لحصولها على تقييم 100% في الخطة الاستثمارية الماضية. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أن الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للقضاء على البلهارسيا واللي انطلقت في 25 فبراير الماضي قامت بإعطاء نحو 29 ألف مواطن عدد أقراص علاج بتصل ل 100 ألف قرص.